أهلا وسهلا، لا تستطيع معي الصبر. هيدي رمز صورة الكهف، هالحوار بين سيدنا الخضر وسيدنا موسى. عملته منيح، عملك عاطل، شو هيدا تناقض؟ عملك منيح، عملته عاطل. شو عملت؟ اخذت السفينة؟ قال له لا تستطيع معي صبرا. وفي يوم من الأيام، وبينما كانت الزوجة الصالحة خارج البيت، مر رجلان من أهل حران وكانوا أصحابه من زمان، وقفوا لعند أيوب وقالوا له، شافوا مرضه وفقره هالوحدة، قالوا له أنت أيوب، أنت سيد الأرض، شو عمل الذنب حتى الله عمل فيك؟ عمل شي كبير عم تستروا عنا حتى الله قصصك. تألم أيوب، إن الكثير يتهمونه بما هو بريء منه، كل أصحابه تركوه، ما بقي حدا. وهيك مريم، وهيك أنتو كالقابض على الجمر، قال الحبيب لا يعرفك إلا الله يا علي. الحمد لله بعت عندي تأكل، الحمد لله بعت عندي صديق بطلع علي، الحمد لله عندي اللي بدي إياه كله بهالبيت. وأجمل شيء، أفضل إكسكلوسيف، عندي زريعة وعندي فرشة وعندي تياب، بمشي وبروح وبجي وبتنفس الوسخ برا، وبقول له أنا بياخد الوسخ أنت حوله، هالعتمة إلى نور. قال أيوب عليه السلام بحزن وعزة ربي أنه لا يعلم ببراءتي من هذا. تعجب الرجل من صبر أيوب عليه السلام وانصرف عنه في طريقهما، وما يفكران في كلمات أيوب. أما زوجته الصالحة فقد بحثت عمن يستخدمها في العمل، ولكن الأبواب قد أغلقت في وجهها، ومع ذلك لم تمد يدها لأحد. مشان هيك القذافي قال وحدة اللي قالت ما بدي جايبتك، قلت له بدي قلبك، عندي رغيف حليل باسمه أنا وياك يا عمر ويا معمر. أي متى بدك تحول كل هالأموال يا معمر القذافي وتعمر خليفة؟ في ناس عايشين عندك $50 وانت 50 مليار، تركوا للحرب للمستقبل. الآن هو الزمان والمكان، شيل المظلمة. هيك ربحت بلاد الشام حرب الصليبية، قال له رفع المظلمة، مين قال له المظلمة عندي يجي؟ هيك اجوا لعند الخليفة وقالوا له نحن بدنا منك هيك، ورفع الظلم وقامت بلاد الشام وهبت تدافع عن بلاد الشام. رفع الظلم يا معمر، انت قذاف الدم، هو القلب يلي بيقذف هالدم، ما بقى عندك قلب، عندك جيب. اخ، وتحت ضغط الحاجة والفقر اضطرت ان تقص ضفيرتيها لتبيعهما مقابل رغيفين من الخبز، ثم عادت إلى زوجها وقدمت له رغيف الخبز. عندما رأى أيوب عليه السلام ما فعلت بنفسها شعر بالغضب، حلف أيوب عليه السلام أن يضربها على ذلك 100 ضربة، ولم يأكل رغيفه، كان غاضبا من تصرفها، ما كان ينبغي لها أن تفعل ذلك. ورغم أن زوجة أيوب طلبت منه الكثير أن يدعو الله لكي يزيح عنه هذا البلاء الذي استمر هذه السنوات العديدة، فكان يرفض أن يشكر الله تعالى، وتحمل المرض والبلايا وتحمل اتهامات الناس، لكن بايع زوجته لها الضفيرة تهز من الداخل، فنظر إلى السماء وقال يا رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إن مسني الشيطان بنصب وعذاب مسه، يا رب بيدك الخير كله والفضل كله إليك، يرجع الأمر كله إليه، ولكن رحمتك سبقت كل شيء، فلا أشقى وأنا عبدك الضعيف بين يديك يا رب، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا أضاء المكان بنور شفاف جميل، وامتلأ الفضاء برائحة طيبة، ورأى أيوب ملاكا يهبط من السماء يسلم عليه ويقول، ما الله قال ادعوني أستجيب، ادعوني أنا دايما بطلب صدقاتك من الصادقين. نعم العبد أنت يا أيوب، نعم العبد أنت يا أيوب، إن الله يقرئك السلام ويقول لقد أجيب دعوتك، وإن الله يعطيك أجر الصابرين.
اضرب برجلك الأرض يا أيوب، واغتسل في النبع البارد واشرب منه، تبرأ باسم الله. غاب الملاك وشعر أيوب بالنور يضيء في قلبه. أجا جواب من الله بيعطيك، مثل ما عمل بستنا هاجر وقت اللي طلبت وقالت مي مي ابني عم بيموت، وقت اللي عطاها الفيض قالت زم زم زم، وزم زم بتضل الأبد. المي ما بتضل، مي طاهرة مي شافية. علينا أن نطلب من قلب صادق مش من جيب، من قلب يا أولي الألباب. فانبثق نبع بارد عذب المذاق، ارتوى أيوب عليه السلام من الماء الطاهر، وتدفقت دماء العافية في وجهه وغادره الضعف تماما. وبين أيوب عليه السلام يغتسل، خر عليه رجل هيك من ذهب فجعل يحذي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. خلع أيوب عليه السلام ثوب المرض والضعف، وارتد ثيابا تليق به يملأها العافية والسؤدد، وشيئا فشيئا ازدهرت الأرض من حوله وأينعت. عادت الصحة والعافية، عاد المال، ودبت الحياة من جديد. عادت الزوجة تبحث عن زوجها فلم تجده، ووجدت رجلا يفيض وجهه نعمة والصحة وعافية، فقالت له بالصفا: ألم ترى أيوب؟ أيوب نبي الله عم تفتش عليه. وسألته له، قال له أنا أيوب. أنا إن زوجي شيخ ضعيف ومريض أيضا، المرض من الله والصحة أيضا، هو سبحانه بيده كل شيء. نعم لقد شاء الله أن يمن علي بالعافية وأن تنتهي محنتنا، وأمرها أن تغتسل في النبع لكي يعود إليها نضارتها وشبابها. هاي دماء مقدسة، هاي دماء يلي المسيح بعمدك فيها، هاي دماء زمزم يلي اجت لهاجر وابنها لأنه طلبت من قلب صادق. هيدا هو. نعم وقت بتروع الحج السعي والمروة من قلبها عم تسعى. فاغتسلت في مياه النبع، فألبسها الله ثوب الشباب والعافية، ورزقهم الله بنينا وبنات من جديد. ووفاء بنذر أيوب عليه السلام أن يضرب زوجته 100 ضربة، أمره الله تعالى أن يأخذها رقطا وهو من اليد من حشيش البهائم، ثم يضربها به فيوفي بيمينه ولا يؤلمها، لأنها امرأة صالحة لا تستحق إلا الخير. وكان أيوب عليه السلام واحدا من عباد الله الشاكرين في الرخاء، الصابرين في البلاء، الأوابين إلى الله تعالى في كل حال. وأتقول واضربهن ولا شيه، هالثلاث نقط هون جوزها بيقدر يضربها، ثلاث نقط، واحدة اثنين ثلاثة، آب وابن وروح قدس، بسم الله الرحمن الرحيم، هالثلاثية the trinity the divinity of trinity. بس نحن ما بنفهم ولا آية في القرآن. وقت الحبيب سألوا والإمام علي وغيره معين الدين الششتي وكلهم، كل آية بالقرآن شرحها 18,000 شرح، ما في شرح مثل الثاني، ولا زلت على الشاطئ. كل ما يسألوا الإمام علي أي سؤال قال له لو كنت مليون وألف وألف مليون، ونفس السؤال لكل سؤال جواب، وما في جواب مثل الثاني، وكلهم في اختلاف واختلاف. نعم في الرخاء والصابرين على البلاء، اللوابين إلى الله تعالى بكل حال. وعرف الناس جميعا قصة أيوب عليه السلام، وأيقنوا أن المرض والصحة من الله، وأن الفقر والثراء من الله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورة الأعراف أي 176. وسجل الله قصته في القرآن الكريم، فقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سورة الأنبياء للعابدين مش للقابضين، القابض على الجمر مش على الدولار والدرهم والدينار. تتذكر وقت كان رايح الحلاج على الحاج ما اخذ معه زاد، انت ادرى بحالي واغنى من سؤالي، جوعانين قال له بدينا نجوع، عم نموت بدينا نموت، عطشانين بدينا نعطش، ما بطلب. طلعوا هاي شافوا كبش ومعزه وخواريف ما فيهم راعي، طلع هيك لقي فيه نار، مائدة الله من الله أنزلت من الجنة.
هيدي رموز كلها فينا. بتكون ماشي وبتلاقي مصاري على الطريق كل ماشي. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. خذ بيدك واضرب به يعني مرتك وكن رحيم بالضرب بصورة لي. آخ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير أمره كله خير. وليت ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في السراء والضراء بدنا نكون سوا كذابين كلنا نحلف هاليمين وكذابين. بدي يكون من المؤمنين والمؤمنات. الفرق بين المؤمن والمسلم قال له بس هيدا ما بيكذب لأنه بيسرق لأنه بيطلع من الجوارب بس هيدا صادق. ولأنه صادق ما بيكذب ما بيعمل إلا الخير. فإذا بدي يكون صادقة مع نفسي ثم نفسي ثم نفسي. حتى تكون صادق مع نفسك بدك تنعزل عن هالمجتمع اللي عم بمعي عن الناس معزلة. إذا ربي أحب عبده عزله عن الناس هو بيكون معك. أدبني ربي وأحسن تأديبي. ما فيني أطلع من البيت إلا إذا شيء ضروري هيك مع الضارين والضالين لأنه بشوف بتعلم من هالوسخ وبتعلم من هالجهل وبتعلم من بحاجة. الحمد لله ما بدي إلا رضاك. قال له قال له أنا راضي عليك. بدك هدلهم هالجبال عليهم. قال له هيدا صوتي مش صوتك يا أرحم الراحمين دعاء الطائف. بس إذا بحق لي أطلب منك هالطلب ما تخلي دمي يغضب على الأرض. بركي زرع أخوتي وما تلع لهم زرع ونحن عم نرجمه وبعدنا عم نرجمه. لا تخلي دمي يغضب. صوروا لوين عنده رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا حبيب الله. وما أرسلناك إلا وين في رحمة. هلا صارت رجمة. كلنا مسؤولين كل واحد منا. كل واحد منا عم بيكذب باسم الإسلام أو باسم الطعام أو باسم الطب الطبيعي بترجع لك. فإذا اللي بيكذبوا عليك كفي الطريق. شكرا. ما حورت جاهلا إلا وغلبني وما حورت عاقلا إلا وغلبته. دع الأموات يدفنوا بعضنا البعض. ما تحوروا ما تكون حده ما تضيع وقتك معهم. الوقت حياة الآن والزمان والمكان. بهاللحظة هلأ يجي الموت. تتذكر وقت اللي إجا واحد على القهوة بالضيعة شاف رجال حلو كتير مينك إلي بدي أسقيك قهوة على حسابي. قال له بس تعرفني مين تكرهني. قال لا مينك. قال له أنا ملك الموت جاي أخذ أنطول. بعد عنده 5 دقايق قلت أنا بشرب الفنجان. قال له أنا بدي أسقيك الفنجان بتقلي قبل ما موت بثلاث أيام تكرم. قعد سوا تسير وراح. وما في مدة إجا لعنده على البيت. قال له أهلا وسهلا فيك على الضيعة مين بك تاخذ اليوم. قال له أنت. قال له ما في اتفاقية أنا وياك بدك تقلي قبل بثلاث أيام تدبر حالي ابني لي شي مسجد شي كنيسة أعطي حدا شوية مصاري ويسلموا علي وأنا أكون الكريم واستقبال سمو الأمير سمو الأيير باليورو والأورو. قال له أنا قلت لك إياها من ثلاث أيام. قال له كيف؟ قال له من ثلاث أيام ما شفت جنازة مرأة؟ قال له إيه. قال له من ثلاث أيام ما شفت ولد خبصته سيارة ومات؟ قال له إيه. قال له ما شفت مرأة عم تنشر الغسيل اللي وقع على البلكون فيها وماتت؟ قال له إيه. قال له أعطيتك ثلاث إنذارات وما فهمت. جيت شخصيا وما راح تفهم. اللي بيفهم نفسه فهم إنه ما في موت فينا موت. من عرف نفسه عرف ربه.